عابد بس دي شامي خالص. ايه عبد الرحمن مشكلة انا انجي محمد 25 سنه خريجه ارشاد سياحي فرنسي. اللوحه بتاعتي دي زهره نرجس. انا قريت مقوله عن زهره النرجس فشدتني شويه، كانت بتقول ان زهره النرجس مشهوره في العالم كله وان في الاساطير القديمه بتتكلم عنها كتير، تحديدا اسطوره معينه بتقول ان في شاب كان معجب بنفسه قوي، فلما الدنيا مطرت بص على نفسه في الميه، صورته المعكوسة في المية اتحولت لزهرة النرجس. جهاد إسماعيل، خريج التربية الفنية ومن 8 سنين اتجوزت طبعا بقى وجبت اولاد والدنيا دي، وبعد كده ربنا يعني هيئ لي من جوزي يعني الحمد لله ان انا جالي اوردر من الكليه الحربيه، فمن هنا بصراحه رجعت بقى احس بشغفي تاني وفني، واستخدمت هنا الوان اكريليك وحددت بالريليف، وحبيت ان انا ادخل يعني ادوات تانية زي الهاند ميد اللي هو الاكسسوارز والكلام ده، وبرده نفس الحكايه هنا بس هنا استخدمت المعجون، ودي كان اول تجربه ليا يعني لان هما بيعملوا منه لوحات تحفه بصراحه، فانا يعني حابه ان انا اكمل في المجال ده.